علمية أو حتى النقابية في بعض الحالات إذا كانت مؤهلة لذلك، ولكن يجب الاستمرار في الإعلان عن هذا التدهور، لأن ما يمكنش تغيير الأمر إذا ما كانش يعني مطالبة. إذا كانت مطالبة بالتغيير يجب أن تكون هذه المطالبة باستمرار من الفاعلين في القطاع مساندين بالمجتمع المدني. وكذلك احنا لا نشكك في الإرادة الطيبة لكل مسؤولين عن القطاع. تكلمت عن الأستاذ الدودي مثلا من ناحية حسن النية، احنا منطلقين من حسن النية، ولكن أنا قلت قبل بأن راكين يجب اتخذ القرارات اعتمادا على دراسات الملفات، دراسة علمية موضوعية مبنية على معطيات دقيقة، ويمكن هذا هو نقطة الخلل. ولكن كيسبق هذا الشيء كامل كيسبق الإرادة السياسية، تكون عندنا إرادة سياسية ومن بعد هذا الشيء كله كيجي من بعد. ولكن الضغط من طرف العاملين في القطاع، الأساتذة الباحثين وجمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات العلمية، وكذلك بعض أقطاب الكفاءة التي وإن كانت هيكلت فيما بعد من طرف الوزارة، فإنها تلعب تقريبا نفس الدور الذي تلعبه الجمعيات العلمية. يجب الاستمرار في الضغط، في المطالبة بالتجهيزات، في المطالبة بالموارد البشرية، في المطالبة بحسن التدبير. وأساسا وأعود إلى نفس النقطة، هي في المرادة المطالبة بوضع البحث العلمي كأولوية وطنية، وكل شيء يأتي فيما بعد كتفاصيل لهذه النقطة، هي النقطة الأساسية. إذا وضعت كأولوية فإن الميزانية سترصد، وإن جميع التدابير ستعطى ليلعب التعليم العالي دوره كاملا في التنمية. شكرا.
هذا هو محل البحث العلمي، الهوية الرافعة البحث العلمي هي هذه الآن في المغرب. أما من الأعلى يعني من ناحية ديال سياسة الدولة، هذه سياسة تقريبا غير موجودة، في حين أنه في بعض الأحيان كانت هناك إرهاصات في بعض الأشياء، ولكن سرعان ما تتعطر. مثلا لاحظنا برنامج ديال الأولويات هذا الذي نتحدث عنه الآن، كان هناك برنامج بروتاس باس وبروتاس، كانت فيه كفكرة جيدة، ولكن نريد الأستاذ يوسف في من هذا البرنامج الذي لم يعد نراه، وهل هناك برنامج الآن اللي يعني مقام هذا البرنامج؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى هذه ملاحظة أخيرة أو اقتراح أخير، هو يعني منظومة البحث العلمي من المغرب تستقر الاستشارة العلمية على مستوى اتخاذ قرار. ويوسف عبر عن هذا مما في الحقيقة مهمة، قال القرارات الاقتصادية والاستراتيجية يجب أن ترتكز على دراسة معمقة من طرف أطر كفؤة ترتكز على المنهج العلمي. يلحق هذه عبارة بالغة الأهمية. لماذا؟ لأنه نجد بأنه مثلا المستويات التي اتخذ فيها القرار غاية فيها البحث والغاية يكون هناك. مثلا الميزانية الآن التي ناقشت في 2014، بطبيعة الحال هناك ميزانية مرصدة للبحث العلمي داخل يعني ديال قطاع التعليم العالي، ولكن ناقشت في البرلمان، ولكن البرلمان هل لديه مستشارين يعني ذو خبرة لكي يبدو بدويهم هذا المجال، أو هل يعتمد على المستشارين يعني دون أن نذكر اللجنة المكلفة، اللجنة المكلفة فقط هي مؤلفة اللجنة البرلمانية ومؤلفة من أعضاء برلمانيين، ولكن يجب أن ترجع في الموضوع ديال الاختصاص إلى أهل الاختصاص اللي هما سيكونوا علماء في مختلف التخصصات. وكذلك على مستوى الوزارة الأولى، على مستوى كتابة أو على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي، هل هناك فعلا علماء أو متخصصين أو باحثين يمدوا بدويهم غير الناس الإداريين داخل هذا الإطار؟ يعني يجب أن يكون هناك على مستوى اتخاذ القرار اتخاذ الرأي ديال الناس الباحثين في هذا البناء. هذا التدخل ولا في الواقع فيما يخص لي بارس لي بروتارس، هي كانت مشاريع بحث كانت تلقاتها المركز الوطني للابحاث العلميه والتقنيه، والتجربه كانت الاولى في المغرب، بمعنى ان البرامج ما عطاتش في الحقيقه النتائج الكامله المتوخاه، ولكن كانت انطلاقه، وبما انها كانت تجربه اولى كان يحتسب لها هذه الانطلاقه كعمل ايجابي، واخا كانت النتائج غير كافيه. اما الان هو ما تكلم عليه السي احمد برناتشو هو البرنامج اللي تكلم عليه الوزير ديال 300 مليون درهم، غادي سينطلق على شكل برامج سانابيلا بروجي، وغادي يكون الانطلاق ديالو في شهر دجنبر هذا، وهذه في الواقع يعني سابقه. المغرب عمره ما اطلق برامج بحث بهذا المستوى 300 مليون درهم، الا ان هذا اختيار، بمعنى ان ميزانيه البحث الان غتمشي في برامج بحث. كاين يمكن يكون اختيار اخر، هو ان ميزانيه البحث تمشي في التجهيزات الاساسيه مثلا دي بلاتفورم تكنولوجيك، وبعد ذلك تمويل الابحاث اللي غادي تستافد من هذه التجهيزات. اما لما كنطلقوا برامج بحث فيها جميع الميزانيه، بمعنى ان اذا ما كانتش هذيك الميزانيه كافيه لكسب وشراء جميع التجهيزات للقيام بالبحث العلمي في اعلى مستوى، فان غادي يكون ضياع للهدف اللي هو جميع الطاقات وجميع الموارد وجميع التجهيزات لعمل مشترك بين الباحثين. اذا في هذا الاختيار كاين جانب ايجابي وكاين جانب اخر، اذا ما كانش بالموازاه وضع التجهيزات وضع البنيات التحتيه اللازمه للقيام بالابحاث اللي ما كيتوفروش عليها المختبرات، فان هذا العمل غادي يكون ناقص وما غاديش يؤدي النتيجه المتوخاه. اذا كاين واحد الجانب مغفول في هذا لابيلا بروجي الاخير. من بين الامور التي اثارت انتباهي في
الأستاذ، وهي حينما قام بمقارنات بين المغرب وبعض الدول المجاورة، الجزائر مثلاً وتونس ومصر، ويتبين من خلال هذه المقارنة دائماً المغرب هو يمكن الدرجة السفلى بالنسبة لهذه الدول التي تقريباً في نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي كالمغرب. يعني في القومة كان إشكال عميق بالنسبة للمغرب. وأثناء العرض تحدث عن تصنيف العلوم، هناك العلوم الإنسانية من جهة، وهناك العلوم الأخرى التي تتعلق بالبيولوجية والتكنولوجية، وأوضح بأن العلوم الإنسانية من حيث من كم هي بنسبة أكبر من العلوم الأخرى. الإشكال الذي أريد أن أطرحه في إطار الاستراتيجية والسياسة التي المغرب تتبع، وهي إلى أي حد كانت هناك يعني تقاطعات بين هذه العلوم بصفة عامة، يعني الذي يبدو أن كل مجال علمي يشتغل بمعزل عن المجالات الأخرى، وأعتقد أن هذه نقطة سلبية جدا. فلا بد يعني في وضع استراتيجية من البحث على نقط التقاطعات والوصول إلى نسق علمي. وأنا أروح للجانب اللي هو من دارج في طبع الإنسانية، وهي منظومة القيم. منظومة القيم لديها دور أساسي في القيام بالبحث العلمي بطريقة موضوعية وإيجابية. لقد سبق لي أنا في الأصحاح أنني كنت شارك في لجنة لتوظيف بعض الطلبة الحاصل عن المصدر، واستغرب كثير أن الطالب له البحث يأتي ببحثه ونضع له أسئلة في البحث ولا يستطيع أن يجيب. نتساءل كيف أن الطالب الحاصل على المصدر حصل على هذه الشهادة ويأتي ببحثه وهو لا يدرك جيدا ما يحتوي البحث الذي قام به. ذلك من التساؤلات. أنا أطرح الإشكال القيم في البحث، القيم التي ينبغي أن تحترم. ربما أن هناك يعني ربما أقولها بكل صراحة، واحد الوقت نكرم الفرنسيين هنا في المغرب، يعني كان البحث العلمي عنده واحد القيمة وعنده واحد المصداقية. الآن شفت البحث العلمي منجز، ولكن من حيث المصداقية ديالو يعني هناك إشكال. فلهذا أنا أقول ينبغي البحث في نقط التقاطع بين العلوم جميعا، ومحاولة يعني الخروج بقيم ضابطة للبحث العلمي بصفة عامة. شكرا. وهذه نقطة أساسية لا فيما يخص أنا تكلمت خصوصا على علوم المادة والحياة، ولكن هذا ينطبق كذلك على العلوم الاجتماعية والإنسانية، أن هناك تقاطع بين العلوم الدقيقة وعلوم الحياة، ولكن كذلك تقاطع مع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا شيء أساسي. والأبحاث الآن أنا أعطيت المثال ديال الثروات الطبيعية وقلت بأنه ما يمكنش يكون بحث منفصلة وبحث قطاعي، فهو بحث متعدد التخصصات تتشارك فيه مجموعة من التخصصات في العلوم، علوم المادة وعلوم الحياة، ولكن كذلك في العلوم الاجتماعية من جانب الديموغرافي والسوسيولوجي إلى آخره. إذن هذه النقطة الواقع أساسية ديال تقاطع العلوم بشكل عام. والمقارنة اللي أعطيت فيما يخص النسبة، يجب أن يكون هناك توازن بين التخصصات فيما يخص التكوين. إذا كنا نكون باحثين، يجب أن نكون باحثين مع مراعاة التوازن بين التخصصات، ومع مراعاة الأولويات فيما يخص المواضيع التي تهم اقتصاد والتنمية ديال المغرب. إذن هذا فيما يخص الجانب. الجانب الآخر كذلك بطبيعة الحال أساسي وهام جدا القيم، قيم فيما يخص البحث العلمي كيستيون ديتيك، هذه نقطة أساسية، وبدون هذه النقطة هذه لا يكون للبحث العلمي أي قيمة
يفقد قيمته. يجب الاحتفاظ على هذه القيم ووضعها في المرتبة الأولى قبل القيام بالعمل بالبحث العلمي. يجب الحفاظ على القيم الأخلاقية وقيم احترام غير إلى آخره. إذن شكرا على بالاتساق مع نفس النقطة، وبما أن طرحنا للموضوع يتسق مع إطار عمل منتقى الحضارات وبحثنا المستمر عن شروط وتوفير شروط النهضة الحضارية، أود طرح سؤال بين قوسين الأستاذ معيّد ووضع إطار تاريخي للبحث العلمي. هل البحث العلمي كان عبر التاريخ رهينا بالغاية الإنتاجية للاستهلاك والتسويق، أو كما أشار الأخ أن العلم البحث العلمي لا بد له من إطار أخلاقي؟ وهل علماء التاريخ الإسلامي كان لهم دائما هاجز التسويق في بحوثهم، أم أن التاريخ الغرب في توسعاته الإمبريالية وغيرها من الحروب التي خاضوها كان عاملا أساسيا في تطوير علومهم؟ فنرجو إجابة. مازال لنا حيز لستة دقائق قبل الاستراحة وإقامة الصف. صمد الأمراني طالب في سنة ثالثة علوم فيزيائية، وضعت عن الأستاذ الكريم الأستاذ الجميلة. باش غنعلق على الإشكالية ديال حصل القيم على القيم الأخلاقية على مجمل العلوم، وهذه إشكالية كبيرة ل تشطح هذا العصر، هذا عصر الحضارة الفضائية للقناة. ويتوقع أن هناك إشكالية ديال وجود سياقات فلسفية وراء قوانين علمية، يعني تلقاو ديك الخلفية الفلسفية النيتشاوية المنفصلة ولا الداروينية ولا منفصلة عن القيم، تلقاها وراء العديد من النظريات والصياغات العلمية. وهذا هو اللي طرح الأستاذ ديال تقاطع العلوم الإنسانية والعلوم. وإشكالية أخرى، أنا قلنا ولا العلم من 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 إذا كنت علميا يجب أن تنسلخ من قيمك الأخلاقية وتنسلخ نظريات بدون تكون علميا. هذه ملاحظة صغيرة كنت بغيت ندخل قبيلة على المشكل ديال انحطاط البحث العلمي في العالم العربي ماشي في المغرب. هو ماشي تساؤل، هو غير تدخل والسادس اصحح لي الا كنت غلط. وبغيت نسير واحد القضيه على ان الاراده والقرار السياسي هو المشكل الجوهري في هذا الانحطاط، حيث تلقاو بان اننا ما عندناش واحد القاعده شعبيه ولا واحد هذا اللي غتفرض القرار السياسي ديالها اللي يكون خارج منها. فإذا ثاني حاجه، هذه القاعده الشعبيه خصها تكون مثقفه وواعيه. إذا جينا نشوفوا واش براي واش مثقفه وواعيه، لقاو بان القاعده العريضه من الشعوب العربيه وبما فيها الشعب المغربي، الأغلبية ديالو شعب غير مثقف، يعني أغلبية غير مثقفة. وهادشي عنده تيساهم تا هو. يعني مثلا أنا فاش كنت
هذه غموض حول الجامعة، ما كنتش نعرف بزاف د الحوايج. 70% ولا 80% شفتني الدكتوراه، شفتني الماستر، شفتني بحكم أنني ما عنديش واحد الأب اللي هو قاري اللي يقول لي. وهذا سببه حتى الإعلام، الإعلام مثلا فاش تلقى تركز على الباك باش يدير واحد النقطة ديال انتهاء، و تي يدير واحد الجزء إعلامي حول هذيك اللي شاد الباك، باش يديرها على الدول. وفاش يشد الباك في الصيف تيديرو إشهارات ديال الاستياء في الطوبيسة في كل بلايص، و زعما دعم ديال الدولة ديال الاستياء. وهذا يعني تهميش وتغييب ديال اللي كنت تنعرفو أنا فاش كنت أمين حول الجامعة. عندي رابط ذهني ما بين الجامعة والعصر في البرلمان، وهذا عندهم تراكم ديال تراكم جاء عبر الإعلام وعبر الخطاب اللي موجه لينا حنا. حناش نهضرو بجانب استباقي، حنا إذا بغينا نهضرو بالصحة وعندنا نية صادقة، وأنا تنهضر حتى أنا مسؤول حتى أنا إلا هضرت شي حاجة خصني نتكلم بها. يعني خصنا أول حاجة إلا كنا بغينا عندنا نية صادقة خصنا نضحيو، خصنا نعرفو بأن إلا كانت النية صادقة راه ما غنتخلصناش، ما غنتخلصناش من تجية، حيت حنا ماشي حنا اللي حنا ماشي هما الدولة، حنا ماشي هو. وتا هاد الحكومة اللي دفعنا بها هذا راه كاين مشاكل، وهذا ربما الضرب على الضرب مابقاش، والضرب على الضرب يقول لك عندنا أولويات أخرى، ما بقيناش غنديرو ديك 300 مليار، عندنا أولويات أخرى ديال كرة القدم ولا زي. المهم ديك سياسة الإلهاء وهذا. أريد زعما ملاحظة، إذا كنت زعما الأستاذ ديالي دعمني ولا يقول لي هبطي في هاد المسألة وهذا. شكرا. فيما يخص أساسي وهام، والنقطة اللي تكلمت عليها فيما يخص دور الإعلام في الثقافة الإعلامية، الثقافة العلمية وفي الإخبار بالأنشطة العلمية وبالتكوينات العلمية، نقطة أساسية ووردتها في بين النقط اللي تكلمت عليها، بأن يجب إعطاء المكانة اللازمة للثقافة العلمية، والثقافة العلمية اللي غادي تسمح للمجتمع باش يفهم اولا العلوم، ميدان العلوم بصفه عامه، ولكن يفهم كذلك الدور ديال البحث العلمي. البحث العلمي تكلمنا على مجموعه ديال الاشكال ديال البحث العلمي، وكل شكل من اشكال البحث العلمي اساسي، نظري، تجريبي، تطبيقي، للتنميه، للابتكار الى اخره. هذه الاشكال خص المجتمع المدني يكون، المجتمع بصفه عامه يكون واعي بالدور ديال كل شكل من اشكال، ويكون فاهم هذا، لان الدعم ديال هذا الميدان ديال البحث يجب ان ياتي من المجتمع، يكون واعي بهذه النقطه. وهذا دور بطبيعه الحال الاعلام، ولكن الاعلام خصو يكون مثل هذه الملتقيات الى اخره الى اخره، خصها تكون متعدده، والتظاهرات لصالح الشباب فيما يخص العلوم، فيما يخص القيم ديال التي يجب المحافظه عليها، للقيام بالبحث العلمي ولتدريس العلوم بصفه عامه، خصها كل هذه النقط هذه داخله في اطار الثقافة العلمية اللي خصها تنتشر في المجتمع. مع الأسف المغرب هذه الثقافة العلمية مازال ما وصلتش للدرجة اللي خصها تكون عليها. كاين بعض المبادرات، كاين يوم مثلا كيتسمى الأسبوع الثقافي للجامعات أو الأسبوع الثقافي، ولكن مرة في السنة، هذا خصو يكون عمل مستمر طول السنة، والإخبار بالأبحاث، بالنتائج الأبحاث، الإخبار بالأنشطة العلمية، الإخبار بالتكوينات، أنواع التكوينات. هذا كاين نقص في هذا الجانب، هذا خصو يتدارك. السؤال من بعد الجلسة، ندير الوقفة استراحة، بعدها ستكون جلسة مفتوحة للتعارف عن قرب مع المحاضر ومجال عمله، ولما لا يعطينا ربما نبذة عن بحوثه واشتغالاته العلمية ومستجداته في علم الفيزياء، ربما المادة المكثفة بالخصوص. فبعد 20 دقيقة إن شاء الله نتلقاو. نمر مباشرة إلى السؤال. محمد مهدرة، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مهدرة، طالب سنة
أريد فقط أن أشير أن هناك دائما تساؤل عن غياب البحث العلمي والثقافة العلمية في إعلامنا المغربي. وتعلمون جيدا أن الإعلام دور كبير في ترسيخ أفكار في المجتمع. هل هذه إرادة، هل هذه سياسة معتمدة؟ وملاحظة أيضا أنني مثلا في دار التكوين ودرست لا نسمع أي إيحاءات أو إشارات عن البحث العلمي. أليس هذا يدخل ضمن إطار تكوني؟ وشكرا. عندها نواقص كثيرة، من بينها هذا الإعلام، الإخبار ببرامج البحث، بنتائج البحث، بالمناهج، من غير النقص فيما يخص الموارد البشرية والموارد المادية والإنتاج العلمي، كاين كذلك نقص في الإعلام، في الإخبار، بالإنتاج العلمي، بتحسيس المجتمع بأهمية العلوم، بأهمية الثقافة العلمية، بأهمية البحث العلمي. هذا كذلك نقص في منظومة الوطنية للعلوم، يعني نقص من كذلك. فأخيري أعلم كلية العلوم شعبات الرياضيات والمعلوميات. أود أن أتقدم للمداخلة. إذا كانت الدولة لم ترتئي في مقاربتها الإدارية والمادية، لا وضع هذا القطاع كأولوية حيوية، وذلك كما أشرتم بعدم تحديد قطاع إداري للمسار الباحث، أو عدم دعم هذا القطاع ماديا، وذلك بمختلف أشكال التمويلات اللازمة. في الحقيقة هناك شبه اقتناع وإجماع بعدم وجود رغبة سياسية أصلا ترتقي في قيادتها وتعادل القطاع ضمن أجندتها. هذا أمر مفاوض، فكما فشلت السياسة في مجالات أخرى فمن الطبيعي أن تفشل أيضا ضمن هذا القطاع، وذلك في غياب جانب الحكمة داخل الأروقة الإدارية المغربية البيروقراطية بطبيعتها. الشيء الذي يعلق الأمل فقط على الدور الاجتماعي للنهوض بهذا القطاع، وذلك بممارسة آلية الضغط، إلا أنه للأسف الطالب أو الباحث مهمس اجتماعيا ينظر إليه نظرة المهووس أو كمشروع معطل فاشل ماديا وعلى المجتمع. الشيء الذي لا يحبس طلبة بل يؤثر حتى على مصداقية تكوينه العلمي، وبذلك تفرغ قيمة الطالب من محتواها العلمي. فمن الطبيعي أن يواجه الطالب العطالة في غياب ثقافة مجتمع تتبنى وتتمنى طالب العلم. الدولة تخلت عن البحث العلمي بل تشد حملا مغلوطا عليه المجتمع بدوره، كذلك تخلى على البحث العلمي، الشيء الذي لا يجعلوننا نرى الرواتب الأزمة في الأخرى. شكرا. سؤال تعرض الأستاذ المحاضر، يمكنكم طرح أسئلة مفتوحة، هي الجلسة مفتوحة على ربما من يريد أن يستمر في استماع المحاضرة، ويمكن أيضا طرح أسئلة تختص يعني أو تكون استاذ زوين طلب الكلمه. استاذ زوين طلب الكلمه. حقا هذه المداخله شبه اتسامات وملوءه بالمحبه والتشجيع. كنشكر الاخوان المسؤولين على جمعيه ديال المنتخب الحاضر، كنشكرهم لان هذه الواجهه ديال التصدي للعمل المبارك المهم جدا، وهو الحق ضد الجميل الشعب الذي ضحى لتكويننا يعني، فكنشكرهم كثيرا. كما اشكر الاستاذ يوسف على المحاضره القيمه، حقا استمتعت بها كثيرا، وانا اسف المضمون ديالها كما اكيد الناس الحضور الكريم الذي كنحس بالاحساس ديال المتعه وتوسع النظره والشموليه والاستفاده يعني اكيد. اريد ان اذن بزويد واحد النقطه بسيطه فيما يخص ان الاستاذ كريم لما وضع الاطار الاول اللي هو الاراده السياسيه وتكلم عليها بشكل مستفيض، يعني اريد ان يعني اذكر
لان هذا الموضوع مجال ديال التعليم ديال العلمي الوثيقه الرسميه اللي هي الميثاق ديال التكوين ريو التكوين الذي خرجته الدوله باش ما نتكلمش على هذا منين جا وكيفاش هذا الامر سيدي معروف انما في طيته من الدفه الى الدفه لا تجد كلمه البحث الاساسي انا بحثت عنها يعني في هذه الوثيقه بحثا يعني كمن يعني البحث يعني على 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 ضالتي لم اجد كلمه البحث الاساسي يعني المعنى ان فهمت بان هذا البحث الاساسي خصو يتحيد ونتكلموا بحث التنموي التكنولوجي التنموي المباشر لكن مع هذا مرور هذه الفتره من 2000 حتى الخطاب مؤخرا وجدنا ان حتى البحث الاساسي يعني حتى هو نضحيو به ولا كنتكلموا على لي سونتر دابي هو اللي تخرج من الكليه الامر ديال هذا